والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الرابع من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 2570 للعالم تنيح النبي العظيم يشوع بن نون. ولد في مصر سنة 2460 للعالم، وهو من سبط إفرايم. خرج مع موسى مع شعب بني إسرائيل من مصر، وأصبح تلميذا لموسى النبي. وفي أثناء حرب بني إسرائيل مع عماليق كان هو يقود الجيش بينما موسى على الجبل يصلي، فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. ولما انتخب موسى 12 رجلا ليكتشفوا أرض الميعاد كان يشوع واحدا منهم، وقد أتم خدمته بكل أمانة، وحمل هو وكالب الأخبار الصادقة لموسى عن هذه الأرض. لذلك دخل هذان الاثنان فقط تلك الأرض دون جميع الشعب الذي خرج من مصر بسبب تذمرهم وشكوكهم في صدق مواعيد الله. وكان بعد موت موسى النبي أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيه كما كلمت موسى. كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع، لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تمل يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. فتقوى قلب يشوع فأرسل جاسوسين إلى الأرض، ولما اطمأن قام وعبر الأردن بعد أن انشق أمامهم كما انشق البحر الأحمر أمام موسى، وفتح أريحا بعد أن طاف حولها 7 أيام فسقطت أسوارها. وكان الرب مع يشوع فقتل ملوكا وفتح مدنا كثيرة وقسم الأرض لبني إسرائيل حسب أسباطهم. ولما أكمل سعيه الصالح ووصل إلى شيخوخة حسنة استدعى الشيوخ بني إسرائيل ورؤساءهم وأوصاهم أن لا يحيدوا عن عبادة الله وأن يتمسكوا بناموسه. تنيح بسلام وعمره 110 سنين. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 845 للشهداء تنيح البابا القديس الأنبا مكاريوس الثاني البطريرك 69 من بطاركة الكرازة المرقسية. كان هذا الأب عابدا منذ صغره، ترحب بدير القديس مكاريوس متفرغا للعبادة والنسك وقراءة الكتب المقدسة، فارتقى في الفضيلة وكان فنانا بارعا يقضي بعض أوقاته في رسم الأيقونات وتزيين المخطوطات. ولما خلى الكرسي المرقسي بنياحة البابا ميخائيل الرابع البطريرك 68 قرر المجمع المقدس الذي انعقد بالقاهرة انتخاب الراهب مكاريوس، فأخذوه وقيدوه وهو يصيح ويحتج بأنه لا يصلح لهذه المسؤولية الخطيرة، ولكنهم ذهبوا به إلى الإسكندرية وتمت رسامته بكنيسة القديس ماري مرقس يوم الأحد 13 من هاتور سنة 819 للشهداء. ثم توجه إلى مقر كرسيه بالقاهرة حيث أقيم له طقس تجليس بكنيسة القديس العذراء المعلقة. وكان هذا الأب مدة رئاسته يتزايد في النسك والعبادة مداوما على تعليم الشعب ووعظه، وكان كثير الصدقات والرحمة على الفقراء والمساكين. ولما أكمل سعيه تنيح بسلام وصلى عليه الآباء الأساقفة ودفنوه بإكرام بكنيسة القديسة العذراء المعلقة. وكانت مدة رئاسته 25 سنة و9 أشهر. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 344
تنيحت القديسة الكاريزا عروس المسيح الطاهرة معلمة النظافة القديسة فيرينا. ولدت هذه القديسة في أسرة قبطية في قرية جاراغوس بإقليم طيبة بالصعيد، واسم فيرينا يعني ثمرة طيبة. نالت المعمودية على يدي أسقف قديس يدعى شيرامون، أسقف مدينة نيلوس، وهو الذي أشرف على تعليمها ونشأتها الدينية. فتعلمت الصلاة ونمت في النعمة والقامة حتى صارت شابة هادئة، وكانت والدتها تباشر صناعة ملابس خدمة الكهنوت. وكان عدد كبير من المسيحيين في ذلك الوقت يجاهرون بإيمانهم ضد الرومان وينالون إكليل الشهادة. وكانت فيرينا أيضا تشتاق إلى أن تنال نصيبها من الاضطهاد والاستشهاد، وكانت تزور المحبوسين من المسيحيين وتقدم لهم ما يحتاجونه. وفي عهد الإمبراطور دقلديانوس زعست الكتيبة الطيبية التي كان على رأسها القائد موريس الشجاع الذي كان من مدينة طيبة. أصدر الإمبراطور أوامره بترحيل فرقة القديس موريس إلى غرب أوروبا لمساعدة الإمبراطور ماكسيميانوس ولإخماد ثورة شعب الباجور بجنوب شرق فرنسا. وقد رافقت القديسة فيرينا والقديسة ريجولا والقديس فيكتور والقديس فيليكس هذه الحملة إلى غرب أوروبا، واصطف جميع فضائل الكتيبة، وكان عددهم 6600، وعلى رأسهم القائد موريس ومعه كبار الضباط المعاونون له. وخلف الجميع. وقفت القديسة فيرينا انتظارا لتحرك الكتيبة لإخماد ثورة شعب الباجور، وطلب الإمبراطور ماكسيميانوس من الكتيبة تقديم البخور للآلهة الوثنية، فرفض الجميع، فأمر بقطع رؤوسهم جميعا، ونالوا إكليل الشهادة وعلى رأسهم القديس موريس. وأما القديسة فيرينا فبدأت سيرها نحو الشمال وعبرت جبال الألب في سويسرا، واعتكفت في كهف ضيق في شمال سويسرا مع مجموعة من العذارى. وكانت فيرينا تجيد حياكة الملابس وتطريزها، وبدأت القديسة تتعلم لغتهم حتى أجادتها، وقدمت معرفتها بالتمريض وعلاج الأمراض عن طريق الأعشاب الطبيعية. وكانت القديسة كالمنارة تضيء لمن حولها، واعتبروها أما للجميع. وكرست القديسة حياتها لله في خدمة الفقراء الذين حرصت أن تقدم لهم الطعام والعناية بالمرضى والعناية بالنظافة والاهتمام بالمظهر العام. واستمرت في جهادها وصلاتها رغم مرضها وضعف جسدها. كانت حياتها مزيجا من الخدمة مع الاعتكاف للعبادة والتأمل. وعندما حان وقت رحيلها عن العالم ظهرت لها القديسة العذراء مريم ومعها بعض العذارى في قلايتها، وبشرتها ببركات الحياة الأبدية ونعيم الفردوس. فقامت القديسة فيرينا من سريرها وقالت: كيف أستحق أن تأتي أم ربي وإلهي إلى خادمتها؟ فقالت لها والدة الإله: لكي أكافئك على أمانتك التي خدمت بها ربك، واتبعيني مع هؤلاء وافرحي معهم إلى الأبد. وامتلأت القلاية من رائحة البخور وانتقلت إلى السماء، وتعيد لها الكنيسة في مثل هذا اليوم. وقد استلم قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 من بطاركة الكرازة المرقسية جزء من رفات القديسة فيرينا الموجود بكنيستها بتسوريتساخ بسويسرا. بركة صلواتها فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.